السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد، حلقة جديدة من حلقات حوارات باللغة الألمانية على قناة عالم المعرفة الهادفة. اليوم إن شاء الله درسنا سوف يكون أو حوارنا سيكون بخصوص عمل جيد. Ein guter Beruf. Ein guter Beruf. الجملة الأولى. Arbeiten Sie in Köln? Arbeiten Sie in Köln? الجملة الثانية أو جواب. Nein, ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. Nein, Ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. الجملة الثالثة. Ist es sehr weit weg? Ist es sehr weit weg? الجملة الرابعة. Ungefähr 20 Kilometer. Ungefähr 20 Kilometer. الجملة الخامسة. Als was arbeiten Sie? Als was arbeiten Sie? الجملة السادسة. Ich bin Elektroingenieur. Ich bin Elektroingenieur. الجملة السابعة. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. الجملة الثامنة. Ich bin auch Ingenieur. Ich bin auch Ingenieur. الجملة التاسعة. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. الجملة العاشرة. Die Ingenieure verdienen viel Geld. Die Ingenieure verdienen viel Geld. إذن الحوار إن شاء الله حوار سيكون مفيدا جدا لأنه بخصوص عمل، وسنبدأ الآن إن شاء الله بالترجمة إلى اللغة العربية. Ein guter Beruf أي مهنة جيدة. Ein guter Beruf. الجملة الأولى. Arbeiten Sie in Köln. Arbeiten Sie in Köln. هل تعمل حضرتك في كولن؟ وهنا يعني Höflichkeit يعني بالاحترام، لذلك استعملنا S كبيرة والتي تفيد الاحترام. Arbeiten Sie in Köln يعني هل تعمل في مدينة كولن المتواجدة في ألمانيا؟ الجواب كان Nein, ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. Nein, ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. يعني لا، أنا أعمل يعني في منطقة أخرى. أنا أسكن في كولن، نعم أنا أسكن في كولن يعني كسكنة، نعم في مدينة كولن، لذلك قال Ich wohne in Köln. أما بالنسبة للعمل فهو يعمل في قرية أو في منطقة بعيدة عن المدينة. Und arbeite in einem Dorf. دوف تعني قرية. الجملة الثالثة. Ist es sehr weit weg? Ist es sehr weit weg? يعني هل هذه المنطقة التي تعمل بها بعيدة عن المدينة؟ فكان الجواب هو رقم أربعة. Ungefähr 20 كيلومتر. أي تقريبا 20 كيلومترا عن مدينة كولن. الجملة الخامسة. Als was arbeiten Sie? Als was arbeiten Sie? يعني أي مهنة تقوم بها؟ ما هي مهنتك؟ Als was arbeiten Sie? الجواب كان Ich bin Elektroingenieur. أي أنني إلكترو المهنة الكهربائي، إنجنيور مهندس، وهنا مهندس كهربائي. Ich bin Elektroingenieur. الجملة السابعة.
Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. يعني هي هذا من مفاجأة أو مصادفة. الجملة الثامنة. Ich bin auch Ingenieur. أي أنني أنا أيضا مهندس. فهذه هي المصادفة عفوا التي حدثت. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. فكان التعبير بخصوص هذه المهنة فقال إنها مهنة رائعة. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. الجملة العاشرة. Die Ingenieure verdienen viel Geld. أي أن مهنة المهندسين يعني فيها مرتب جيد جدا. Viel Geld أي نقود كثيرة. دابا إن شاء الله غادي نمروا للترجمة بالدارجة. Ein guter Beruf, يعني واحد المهنة زوينة. Arbeiten Sie in Köln? Arbeiten Sie in Köln? يعني واش انت يا حضرتك يعني راك خدام في كولن؟ داكشي علاش حنا استعملنا الهوفليكايت اللي كتفيد بالاحترام وكيبان من خلال حرف اس يعني ماجوسكول. الجواب كان Nein, ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. Nein, ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. أي لا ما يعني ما كنخدمش أخويا في مدينة ديال كولن. أنا كنسكن في كولن في المدينة ديال كولن اللي كاينة في ألمانيا، ولكن يعني أنا كنخدم في واحد القرية يعني بعيدة على المدينة. ثلاثة. Ist es sehr weit weg? Ist es sehr weit weg؟ يعني واش هي بعيدة بزاف؟ رقم أربعة. Ungefähr 20 كيلومتر. Ungefähr 20 كيلومتر يعني تقريبا 21 كيلومتر. جملة رقم خمسة. Als was arbeiten Sie؟ Als was arbeiten Sie؟ يعني شنو المهنة اللي كتزاول؟ شنو الخدمة اللي كتخدمها؟ نفس الشيء استعملنا Höflichkeit. الجملة رقم ستة. Ich bin Elektroingenieur. أي أنني كنمارس المهنة ديال مهندس الكهرباء. إلكترو إنجينير هما كيسبقوا دائما الحاجة عاد المهنة يعني إنجينير دو الإلكتريسيتي أو ديال شي حاجة أخرى. إلكترو إنجينير. جملة سابعة. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall يعني عجيب، هذه راه مصادفة زوينة لأنه غيكون نفس الشيء. رقم ثمانية. Ich bin auch Ingenieur. هذه هي المصادفة، نفس المهنة كيزولوها بجوج. Ich bin auch Ingenieur. رقم 9. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. يعني يا لها من مهنة جيدة، يعني هذه المهنة هذه راه زوينة كتعجبو بزاف. رقم 10. Die Ingenieure verdienen viel Geld. Die Ingenieure verdienen viel Geld. يعني أن المهندسين أو المهنة ديال الهندسة فيها بزاف الفلوس. فردين هي كيربحوا في الجلد يعني بزاف الفلوس. هنا سرينا يعني في الشرح او الترجمه بالدارجه، ندوزو دابا للريفيا. ان شاء الله روخا غنبدا نشرح بنايس المزيخ ثمزكار ونغا اسنعو دي غري. اين غوتا بيروف. اين غوتا بيروف. arbeiten sie in köln. arbeiten sie in köln. nein. Ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. Nein, ich wohne in Köln und arbeite in einem Dorf. Ist es sehr weit weg? Ist es sehr weit weg? Ungefähr 20 Kilometer. Ungefähr 20 Kilometer. Als was arbeiten Sie? Als was arbeiten Sie? Ich bin Elektroingenieur. Ich bin Elektroingenieur. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Ich bin auch Ingenieur. Ich bin auch Ingenieur. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. Es ist ein ausgezeichneter Beruf. Die Ingenieure verdienen viel Geld. Die Ingenieure verdienen viel Geld. روح إن شاء الله أن نشرح جمل اشتشت. العنوان يعني الحوار ونتين السوار خلمي هنا يعني جغب التصفحان. أين كتب بغوف
الجملة مس وحيد أرابعتن زي إن كولن، يعني واش شكل عمل سيدي تخدم ذكي كولن كولن ذي جندين تقولي مان الجواب يعني كي الجملة مس نين ناين إيش فونو إن كولن وانت أرابعتا إن أينم دوف، يعني لا ونش زاد غرقي كولن وخدمة جيجن القرية، يعني جن تشا أبارا الناس دوكريس إست إست سيها بايت فيك واش جوجطاس يعني مكان ما يخدم هذا وتشارا ونيتين الناس تقريبا 20 كيلومتر الجملة وسبعة أونكي فات 20 كيلومتر ويس خمسة ألس فسابع نزي يعني الناس مال خمسة تخدم هذا الشكل وستة الناس نش ذا المهندس الكهرباء الإلكتريسيتي إيش بين إلكترو إنجينير والسبعة الناس فاس في عين سوفر يعني يجي المفاجأة ثانية تمشي شكل والثمانية إيش بين أخ إنجينير راح قشرة أنت يخدم نفس المهنة المهندس رنتا المهندس والتسعة إيش است عين أوس كيت سايح نتابعوف الناس تدي يجي المهنة تاس وحدة تاس يعني شو خدمة نعيش فيسيون تاس وحدة تاس وش عشرة دي إنجنيور في عدين في الجلد يعني إني كخدمة المهنة ثانية نعم بحنا الطاس تنعشين هذه قابل البركة إن شاء الله هروح نكمل الحوارنا إن شاء الله تلحي الصندني في الحلقة القادمة بحول الله مع السلامة.